هلا والله يا جماعة الخير، وللأسف فيديو بمناسبة سيئة أو حزينة، اللي هو إصابتي بتمزق بالأربطة هنا بيدي اليسار. طبعا أنا ماني لابس المشد لأنه خلاص تخطيت مرحلة لبس المشد، وبرضو أنا بالراحة ما يحتاج أني ألبسه عشان لا يضغط على مكان الإصابة. تخيلوا يا جماعة، بالست فيديوهات اللي صورتها هذه صورت أنا مصاب بتمزق، ومو أي تمزق، ترى التمزق اللي يجي نتيجة الإجهاد صعب جدا أنه يتشافى، بل حيزيد سوء. طبعا متى اشتد علي التمزق وفعلا جاني ألم مو طبيعي؟ من بعد الرقم القياسي اللي هو بضربات الجزاء، ومن بعده رحت وصورت مباراة وأنا خارج الأجواء أنا جالس أتألم. لكن قلت يا عمي دام أنه ألم أنا أتحمله معناها شيء بسيط إن شاء الله، ولكن كل كورة تجيني على يدي اليسار أقسم لكم بالله أنه كانت تطلعني من الجو وكانت فعلا تعدمني. أتألم ولكن أمسك نفسي وأقول ما أبغى أتحجج بالموضوع هذا عشان لا يقولوا جالس تحط حجج لنفسك وأعذار لنفسك. فحرفيا شهر ونص يا جماعة وأنا مصاب، للأسف مهمل لنفسي، وهذا شيء سيء مني. تعودوا تعلموا مني أنا من تجربة شخص. جاك ألم بمكان وجلس لفترة طويلة، حتى لو كان ألم مزعج، يعني مو ألم غير محتمل، لا ألم مزعج زي ما جاني، روح للدكتور وافحص. خذ لك صورة نصيحة، ممكن يكون شيء خطير يا جماعة. تخيلوا قال لي الدكتور لو أنه جاك قطع بالأربطة ممكن ما تقدر تحرك يدك بشكل كامل طول حياتك. تخيل ممكن تجيني إصابة مزمنة طول حياتي، الكلام هذا جدا خطير، ممكن ينهي مسيرتي الكروية وتلقوني ما أقدر أصور فيديوهات حراسة طول حياتي. بس عادي نقلب جيمينج يعني. فبوريكم الحين جلسات العلاج الطبيعي اللي أنا أسويها، والله لا يوريكم إيش يصير فيني. نصيحة، أفحص من البداية لو جاك ألم عشان لا تتألم زي يوم تروح للعلاج الطبيعي، بتشوفوني وأنا بتألم بشكل يعني سيء جدا الصراحة. Let's go الحين نروح للعيادة وأكمل لكم باقي التفاصيل عن الإصابة مع الدكتور. طبعا هو ده منقط فوق صوتية، منقط الصوتية دي عشان الالتهاب. أنت هنا عندك التهاب في مجموع الأوتار بتاع الذراع. التشخيص ده بنسميه تنس إلبو، لأنه دايما بيجي في إصابات التنس. في لهم لعبة التنس اللي هم بيضربوا. أيوه بالضبط. يعني هنا بالعضلة هذه. أيوه مجموعة اللي هي العضلة دي مسؤولة عن الحركة دي، مسؤولة عن الحركة دي، مسؤولة عن الحركة دي. الحركة اللي بتبعد إيديك عن الجسم. اللي فيها كده فتحة. دلوقتي مجموعة الأوتار ده ما إيه بنعمل عليه ألتراساوند عشان الالتهاب الموجود. اللي هو علاج بجهاز الألتراساوند اللي هو موجات الفوق صوتية. موجات الفوق صوتية. والله يا جماعة بس ما شاء الله، يعني بعد الجلسات اللي مع الدكتور صار في تحسن مرة كبير. هذه الجلسة الثالثة، لأنه الجلسة الأولى لما بدينا فيها يعني ما كنت أقدر أحركها تقريبا أبدا ليدي. ولو تلاحظوا الفيديو الأخير اللي نزلته ترى وأنا جالس أحرك يدي لكن لابس مشد، بسبب يعني تحسنت جدا صراحة بعد الجلستين اللي مع الدكتور. احنا هنعمل 6 جلسات ونقيم بعدهم زي ما احنا ماشيين روتين كده يوم بعد يوم. احد ثلاث خميس نخلص ونقيم الوضع، نعمل اسسمنت تاني. باقي لسه يا جماعة 3 جلسات بعدين بيقيم الدكتور، وان شاء الله يا رب الثلاثة الجاية انه نتحسن وما ناخذ وقت اكثر ان شاء الله يا رب. عندنا سلسلة مباريات وقفت اول ما يتشافى. لا لا لا, 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 لا انا ما حاجات ان شاء الله بدأ من الجلسة الجاية، يعني لو في فرصة ان شاء الله برضو ممكن كروتين كده ممكن نعمله، وممكن بعدين حتى لو انت بتعمله في البيت من الجلسة الجاية لو كيف الالم بدأ ينزل كمان وارتحنا هنبدأ بروتين تقويات وتمارين علاجية. يعني هنخلص الحاجات اللي احنا بنعملها دي نعمل تمارين علاجية، هنخلص من الأجهزة نبدأ بتمارين التقوية. حلو حلو صراحة، هذه علامة كويسة. بس انه كورة ما في لحد الحين. لا 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 هنخلص 6 جلسات وهنقيم قبل اي شيء. هذه الجلسة الثالثة. ايوه بناء التقييم نشوف الوضع هيبقى عامل ازاي. يا جماعة دعواتكم نرجع المباريات. والالتهاب طول ما انت حاسس هتلاقي فيه شوية حرارة، في شوية تندرنس كده، مجرد اصلا ما نلمس الوتر هتلاقيه تعب. ايوه اليوم فيه ألم دايم دايم دايم. الجلسة بيكون فيها ايه يعني شوية ألم منقطع عليك، بس بعد الجلسة المفروض انك ترتاح. صراحة حتى بحس تقريبا اني اتشافيت من الإصابة اول يوم. زي ما قلت لك جلسة تراكمية. لما بتسوي جماعة في جهاز الحين بعد ما نخلص حيركب الدكتور 20 دقيقة. هذا رعب بالنسبة لي. تخيل يخليك تشعر بألم الإصابة تقريبا لمدة 20 دقيقة تقريبا. أيوه مع ثلج يعني عشان تتخدر. هنبدأ الحين. طبعا يا جماعة هذه كمادة ثلج، يحطها مكان ما يحط الجهاز عشان يتخدر، هنا يقلل من شعوري بالألم. لكن المشكلة أني بردان ومتألم بنفس الوقت، يعني حاولوا ما تهملوا نفسكم عشان لا تتعرضوا لموقف مؤلم زي كذا. لما
فالي هو لل 25 انا ببدا شوي وببكي وبدمع. انا متوتر من الحين والله. طبعا اول جلسه ما تحملت الحد الادنى من الالم يا دكتور. احنا زودنا الجلسه الثانيه شوي. ايوه انت تشجعت في الجلسه الثانيه شوي. الجلسه الثانيه يعني شوي زودت صراحه، زودت 2%. طبعا طبعا مع الربطه هذه عشان احس بالبرد مزبوط اتخدر دكتور. بعد ما اخلص والله ما احس بيدي، اقعد الم ريح كده اقعد المس ما احس بشيء. بسم الله. شادت كده ولا كويس؟ ايوه شادت تمام. موجات لما توصل هي لسه ايوه بدت توصل، بدت الحين توصل. ليه ما تستحمل كفايه؟ الحين جت صح. كان كفاية الدكتور. بتحدث انزل شوي؟ ايوه شوي بس كده اقدر. ايه تمام. فجأة جتني كهرباء. كم الحين وصلنا عشان اشعر بالانجاز شوي؟ دي الموجات غير الموجات اللي حطيناها المرة اللي فاتت. اوه صح والله. هي موجات للألم بس انت ممكن تلاقي احساسك مختلف شوي. ان احنا هنا على ايه؟ على منابت العضلات والاوتار. ازيد شويه ده كيف كده؟ لا كده كويس عشان لا هنفضل كده 20 دقيقه. ايوه كويس هنفضل كده 20 دقيقه. 20 دقيقه والله حاس يدي. انا لو زودتها شويه ايديك هيحصل فيها انقباض. والله لا هتلاقي ايديك نفسها. بالله جرب خليني اشوف جهني فضل. انك هتستحمل. يدي جالسه ترعش. حركة دي لا اراديه صح؟ ما لا اراديه. ايوه ما شفته بالجلسه الثانيه الجهاز اللي حطه كان الالم مو طبيعي. الحين الم مره قوي ولكن اخف شويه. الم بيخليني ارتعش بس ان الصراحه جالسه اشوف نتيجة مرة كبيرة. ودعواتكم لي يا اخوان نرجع للملاعب بشكل اسرع لانه الحين نحتاج 10 ايام اقل شيء. طبعا اول جلستين يا اخوان كانت مشابهة للجلسة اللي زي ما انتم شفتوها ولكن مختلفة. الجهاز كان مختلف، كان بيعطيني موجات كيف اشرح لكم، موجات اسمها تنس عنيفة على مكان الالم. كان صراحة جدا صعب، ما تحملت اكثر من 20%. في ناس تتحمل حوالي 50% ولكن المكان هذا حساس ما قدرت استحمل فيه اكثر من 20%. فهذا كان الفارق الوحيد. وزي ما شفتوا يدي فجأة تتحرك كأنه واحد جالس يتحكم فيني. قدامك 12 دقيقة يا صديقي. طبعا تسمعوا الوقت يمر بسرعة وما أدري إيش، جرب إنك تحط نفسك على الجهاز هذا شوف كيف الوقت حيمر أبطأ من أي شيء تعرفه بحياتك. الدقيقة كأنها ساعة، يعني جلس أحس بالثانية إيش قاعد يصير فيني. طيب كذا وصلنا لآخر شيء، خلصت 20 دقيقة وخلصنا ثالث جلسة في العلاج الطبيعي. المرة هذه مو لا تنسوا تعطون لايك، لا تنسوا تدعوا لي. هلو نشوفكم على خير ولا تنسوا تتابعوا حساباتنا على السوشيال ميديا. ودقيقة الأسئلة نخليها في الاستديو. سيو. نبدأ دقيقة الأسئلة الحين. هل لو عملت الفازلين يحجر القفازات ولا ما يسوي شيء فيهم؟ أنا أقول لك ما حيسوي شيء فيهم لأنه الفازلين عبارة عن مطري، عبارة عن دهون طبيعية. فإيش حتسوي لك؟ أنت إيش تسوي عشان تشيلها؟ حط عليه موية وامسحه بمناديل. امسحه بمناديل أهم شيء. أنت قدوتي شكرا لك وأنا أتابع فيديوهاتك كمان شكرا لك. ممكن بس تقول لي شو لازم الحارس يأكل قبل المباراة؟ بسيطة، كل كربوهيدرات بسيطة يعني زي الموز زي التفاح الفواكه، وبرضو حاول تكون ماكل كويس بشكل عام يومك، هذا شيء مهم. طيب انا حارس والبس نظاره واخاف وقت الحراسه، ايش تنصحني اسوي؟ شوف لو تقدر تحرس بدون نظاره احرس بدون نظاره، ولكن لو ما تقدر في نظارات رياضيه تقدر تروح اي محل يبيع نظارات ويسوي لك هي تلبسها. كيف اشرح لك؟ زي المشد يكون هنا وتكون بلاستيك يعني تضرب عليك الكره ما يصير لك شيء. طيب السؤال اللي بعده، هل طول 180 مناسب للحراسه؟ اي طول مناسب للحراسه، اهم شيء اذا انت تحب الحراسه مارسها مهما كان طولك. 180 170 انا طولي 172 والحمد لله زي ما انت شايف بقدم مستوى كويس الصراحة، بس 180 ما شاء الله انت عملاق يعني فممتاز. شكرا لمتابعتكم ونشوفكم على خير.